من أكثر من 100 سنة بنيت القرية النوبية في منطقة غرب سهيل في مدينة أسوان، تلمس معاها مذاق الثقافة النوبية زي ما باين ورايا في الخلفية، البيوت النوبية بألوانها وطرازها، وكمان هنا في الأكلات المحلية. هناخدكم في جولة داخل القرية النوبية عشان نعرفكم على كل التفاصيل. معنا دلوقتي الحاج محمد، واحد من اهل القريه النوبيه، هيكلمنا عن الثقافه هنا. اهلا بيك. ازي الحال يا ست الكل؟ شرفتونا ونورتونا والله بنورك. عايزين نعرف منك بدايه كده التفاصيل كده عن القريه النوبيه. زي ايه؟ طب التفاصيل عشان اوضح الاماكن اللي السياح بيجوا يزوروها. تمام. هنا الاماكن بتيجي الزبائن السياح بتيجي تشوف البيوت النوبيه وعادات وتقاليد الجماعه النوبيين. تمام. وبيجي هنا عندنا برضو اغلبيه البيوت بتربي التماسيح، دي حاجه يعني من قديم، من زمان من زمان من زمان خالص بيربوا التماسيح. عادات وتقاليد عندهم ان البيوت اللي فيها تماسيح ما تخشلهاش اي حاجه شريره. ده من يعني من كده افكار الحضاره المصريه القديمه. ايوه زي كده، هم برضو واخدين اطبالها يعني الناس القدام وكده. واكتر حاجه بقى بتعجب السياح هنا في اكتر حاجه عندنا هنا برضو عندنا في شاي معين بيشرب عندنا هنا. تمام. بالنعناع، النعناع ده حاجه يعني مفضله عندهم، ريحته جميله خالص، وبيبقى في نفس الوقت كده بيزرع هنا في الجبل وكده، بيبقى حاجه يعني حلوه نظيفه، وشرب ميه نيل عشان يرجعوا لها تاني. ايوه عشان يرجعوا لها تاني. واكتر بقى المنتجات اللي بيشتروها هنا من البازارات، اغلبيه المنتجات اللي هنا عندنا احنا في حاجات بتتعمل شغل النوبي اللي هو الموز، الطباقه النوبيه، وفي عندك في شنط برضه بتتعمل نوبيه، وفي سجاد نوبي بيعملوها اغلبيتهم هم على ايدهم. تمام. فاغلبيه الزبائن بتعشق الحاجه النوبيه وكده. تمام. العفو يا ست الكل. القرية النوبية قرية رائعة للغاية، أحببت هذه الأشياء المذهلة مثل المنتجات الأصلية، رأيت بعض الأشخاص يطهون طعامهم، يقومون بحياكة الملابس والأزياء التقليدية. الأمور هنا أصلية وعلى سجيتها، وأنا أحبها وهذا النوع من الأشخاص. كما ترين أن هذا جزء أصيل من هذا الشعب الذي يقع على ضفاف النيل، أشخاص ودودون للغاية، مكان ودود للغاية، يرحب بك عندما تأتي هنا، دوما ما تشعر بأنك شخص مرحب بك، المكان جميل للغاية. كذلك معبد فيلا وكذلك بعض الأماكن هي أماكن قريبة إلى قلبي، أنا وكأني في منزلي الآن. شكرا جزيلا. It's definitely very colorful. لا شك في أن الألوان مبهجة، الكثير من الأمور المختلفة والأنشطة الكثيرة التي يمكنك أن تفعلها. أظن أنه يمكنك أن تستقل قاربا وتستمتع بنزانيلية أو تتناول الأطعمة التقليدية هنا، الكثير كذلك من مختلف الأطعمة التي تناسب كل الأذواق. أولئك الأشخاص الذين يحرصون على تناول الخضروات فقط أو غير الخضروات، كذلك الطقس رائع للغاية. لاحظت كذلك أن الألوان مبهجة والكثير من الألوان كذلك مبهجة للغاية. أظن أن المدينة مبهجة في ألوانها، وهذا يمثل الكثير ويعكس الكثير من الفن النوبي والثقافة النوبية. الكثير من المحلات كذلك التي تبيع مختلف المنتجات وكذلك المنتجات الأصلية والحرف اليدوية. نعم، شاهدنا وقمنا بالتسوق وزرنا المساجد والمعابد واقتنينا بعض المجوهرات وتناولنا عددا من الأطعمة. بالطبع زرنا معبد فيلا في الصباح وسوف نذهب إليه كذلك في المساء، وسوف نشهد معرض الصوت والضوء كذلك. نعم، المكان رائع، القرية فاتنة وساحرة. أظن أن هذه الثقافة ثقافة أصلية
ونحن في بلادي نفعل أشياء من هذا القبيل، ولكن لم نكن نعلم شيئا عن هذه الثقافة. أظن أن الأشخاص أشخاص ودودون للغاية ويرغبون دوما في المساعدة. المكان كله جميل للغاية، نهر النيل مكان ساحر وفتان. زرت المعبد، نعم، ومعابد رائعة جميلة، وأتمنى أن أزورها مرة أخرى. شكرا جزيلا. المكان جميل، يمكنك أن تشتري الكثير من الأشياء هنا. المكان جميل، يمكنك أن تستمتع برحلة جميلة ورائعة للغاية. سوف أشتري الأشياء لاحقا. أظن أن الأقراط والأساور أشياء جميلة يمكنني أن أقتنيها. كذلك اللغة مختلفة مثل اللغة المصرية، وتعلمت حتى الحروف الهجائية العربية. كذلك كل الأشياء هنا لها طعمها ومذاقها الخاص. أنا هنا لمدة يومين، مكثت في الفندق، واليوم زرت المعبد والقرية النوبية. أسوان مدينة جميلة، هي الأفضل، هي الأجمل، الأفضل في سماتها. نعم، الوحيدة والواحدة. الأشخاص هنا أشخاص مرحبون وودودون للغاية. الثقافة هنا هي الأفضل. المكان جميل. ذهبنا في الصباح إلى معبد أبو سمبل، كان مذهلا للغاية. الأشخاص جميعهم كانوا رائعون، الطقس رائع للغاية. يبدو أن الأجواء هنا في الشتاء، والجميع مستمتع هنا بهذه الأوقات. نعم، هنا في رحلة جماعية، وكل الأمور منظمة للغاية. حتى الآن أحببنا كل شيء، العطور، الزيوت، التوابل، كل الأمور. بالطبع سوف نشتري هذه الأشياء. حتى الآن كثير من الأشياء ممتعة. نعم، أحببت المعابد، المعابد جميلة، وكذلك الفواكه والتوابل. اسمي فيتا، فيجا، ينطقون اسمي بيجر وليس بيتر في لهجتي المحلية. هذه هي المرة الثانية. الأمر مذهل للغاية، تعلمت الكثير من الخبرات واستمتعت هنا بأسوان. عندما كنت صغيرا زرت هذا البلد، ربما أذكر المياه والأشياء، ولكن اكتشفت أن الأمور قد اختلفت ربما عن ذي قبل. الألوان مبهجة للغاية، ومياه نهر النيل. أخذنا نزهة نيلية على الجانب الآخر من المدينة. المكان رائع، رائع، تجربة لا مثيل لها. أحب أن أكون هنا. الأشخاص هنا سعداء، على محياهم البسمة. أحب هذا المكان، أتمنى لو أعيش في هذا المكان. المكان خلاب، فاتن، مختلف، يجعلك سعيدا، تنعم براحة البال. ربما أنا كبير السن، ولهذا أنا أعشق هذه الأمور. إذا ما سوف أزورها جيدا، ربما سوف أمكث وقتا أطول وأشاهد كل المعالم. أتمنى أنه سوف تكون هناك رحلة أطول مدة. بالطبع أحب أن أتنقل من مكان لآخر، أحب هذا المكان جيدا. شكرا، مرحبا بك. شكرا.